نادر، تتوقع الحالة الفنية والجزء الفني والخططي بالنسبة للنادي الزمالك، هل ممكن يختلف الشكل الخططي بالنسبة للنادي الزمالك في مباراة الأهلي؟ والله انا اولا عايز اشيد، يمكن الظروف اللي مر بيها الزمالك في العقوبات اللي يتحملها المجلس الحالي من ديون كتيره جدا كانت في السنين السابقه، ممكن تكون ادت يعني انا بأيد قوي كابتن فاروق مساله ان مش لازم كل موسم يكون عندي لعيبه داخله ولعيبه خارجه، يعني مش لازم خالص. يعني نادي الزمالك هو بطل الدوري، الفرقه مكتمله، عندها عناصر كتيره جدا، مش محتاجه اضافات كتيره. فانا بحيي الحقيقه مجلس الاداره وكمان الجهاز الفني، لان هي للاسف شديد تحول الموضوع في مصر ل عايز اقول منافسه في شراء اللاعبين، مش منافسه على البطوله. يعني الانديه بقت مركزه اكتر في ان انا اجيب لعيبه مين قبل ما افكر في ان انا محتاج اللعيبه او محتاج مين اللعيبه اللي هتيجي عشان تساعدني في البطوله او تساعدني في البقاء في الدوري او تساعدني في ان انا العب دوري ابطال افريقيا. يعني لازم استعانه للاعبين عشان تساعد. فانا شايف الزمالك مكتمل، مش محتاج الحقيقه منتهى الامانه، مش عشان الظروف اللي مر بيها مش محتاج لعيبه اضافه، بل بالعكس ده هو كان طلع لعيبه لاكتساب الخبرات. فانا شايف الزمالك بفرقته من الموسم اللي فات، انا شايف دي قوه كبيره جدا، ممكن تكون يعني مش اقول افضل او اقل من الاهلي، بس تجانس اللعيبه وفي نفس الوقت كان في لعيبه اساسيين وخرجوا بره الفريق وبعد كده في لعيبه موجودين، دي ممكن تكون نقطه الحقيقه نقطه سلبيه وممكن تكون ايجابيه في دوافع اللعيبه اللي موجوده، يعني في التجانس بالنسبه للاهلي. طيب كابتن نادر، يعني بخبراتك الكبيره في كره القدم من خلال الاداء الفني في الاسبوعين اللي فاتوا سواء للاهلي او للزمالك، بتشوف المباراه رحل فين او متجه لاي فريق؟ والله بص، بدون اجابات دبلوماسيه وانا بكتب، بص والله مش اجابات دبلوماسيه، بس انت عارف كويس قوي، انت لعبت ماتشات اهلي وزمالك طبعا، وانا لعبت ماتشات زمالك واهلي، الماتش بتحسم جوه الماتش. يعني وبعدين كان في وقت من الاوقات ان الزمالك كان اقوى، فكان كفه الزمالك تقول لك 70 30 60 40، كان وفي وقت من الاوقات الاهلي كان اقوى فكانت 60 40، لو خرج الماتش تعادل ده كويس للزمالك ده كويس للاهلي، انما بمنتهى الامانه الفرقتين بنفس القوه. بس انا شايف ان النقطه الايجابيه للزمالك ان هو التجانس موجود، شفنا كان في دوافع عند اللعيبه في المباراه الاولى في مباراه الاسماعيلي، وكان الاداء عالي جدا. في المباراه الثانيه مع البنك الاهلي شويه اللعيبه افتقدت الحماس الكافي. انا اعتقد ان موسيماني لسه ما حطش ايديه على الفرقه بشكل كامل او عناصر الفرقه بشكل كامل. ممكن تكون دي زي ما انا قلت نقطه سلبيه، ممكن تكون ايجابيه في ان اللعيبه عايزه تثبت نفسها، في لعيبه جديده عايزه تدخل بشكل ثابت. وانت عارف طبعا دايما الماتشات الكبيره دي ماتشات القمه بالذات بتعمل تاريخ بالنسبه للاعب، يعني فبيتذكر في التاريخ مين كان كويس مين ما كانش كويس، ده نقطه برضو هتبقى دافع كبير بالنسبه للاعب. حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق كابتن، ولما حارس مرمى يكون اساسي للفريق ويغيب فتره او عدد مباريات ويخف على مباراه زي مباراه القمه، حمد الشناوي انا اقصد يا كابتن، هل أيوة يتلعب او يعني موسيماني يلعبه بشكل اساسي؟ خبراته كبيره جدا. النقطه الوحيده اللي متحفظ عليها ان هو ما يكونش يعني جاهز بنسبه 100%. تمام. هي دي النقطه الوحيده اللي انا متحفظ عليها، انما مساله ان هو المشاركه الفنيه لا، الشناوي طبعا مشاركه فنيه، هو طبعا يلعب، خبرات كبيره جدا. وبعدين الشناوي من الحراس الموهوبين اللي ما يتاثرش بغيابه، ما غابش كتير قوي. انما انا شايف الحقيقه ان الشناوي الحاجه الوحيده بس اللي متخوف منها ان هو ما يكونش سليم 100%. هي دي النقطه. كابتن نادر انا بشكر حضرتك، كابتن نادر السيد طبعا نجم منتخبنا الوطني السابق ونجم نادي الزمالك السابق، وبالتالي طبعا